في الكرة الشوط الأول للاعبين، الشوط الثاني للمدربين، أما الشوط الثالث للخبراء والمحللين. الشوط الثالث موعد رياضي جديد 100% جزائري على نسمة. كلها راحت انتوما على موعد مع تحاليل دقيقة لكل مستجدات الكرة الجزائرية مع الوجه الإعلامي الكبير حمو بالأحمر، صحبة لاعبين دوليين سابقين ناصر بويش، رضا متام، حاج عدلان، عمر بالعطوي وموسى صي. عودة لأهم الأحداث وقضايا الكرة الجزائرية في برنامج الشوط الثالث. كلها راحت ابتداء من هذا الأسبوع، 8:05 دقائق بتوقيت المغرب، 9:05 دقائق بتوقيت تونس والجزائر على نسمة.